بخصوص هذا اللقاء، هذا هو داخل في نطاق المناظرات اللي كتنظمها الجمعية ديال المصحات الخاصة لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الجهوي. اليوم هذه مناظرة منظمة بالجمعية الجهوية ديال الدار البيضاء والجهة ديالها، ولكن داخلة في نطاق واحد المساهمة في المنظومة الصحية وفي التحويل ديالها وفي التحسن ديالها على النطاق الوطني. اليوم المنظومة كتطلب باش يكون واحد تحسين العرض، لأن ما يمكنش نستقبلوا 30 مليون ديال المؤمنين بلا ما نحسنوا العرض الصحي لا على الصعيد ديال القطاع الخاص ولا على الصعيد القطاع العام. والهم ديالنا هو نلقاو الإمكانيات التحفيزية باش نحسنوا هذا العرض هذا. تعميم التغطية الصحية وهذا حق ديال المغاربة كلها، واليوم خصنا نكون من المصحات اللي كتداوي مريض على مغربي، مريض مغربي على جوج خصها تكون في الموعد. تحسين المعايير ديال المصحات الخاصة والأقلمة ديالها مع المستوى ديال التعريفة المرجعية، تحسين التعريفة المرجعية، توسيع سلة العلاج، هادو كلهم أوراش لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الجهوي. الجمعية ديالنا كتشتغل مع جميع الفاعلين، لا وزارة الصحة لا وزارة المالية لا الوكالة الوطنية، باش يمكن في هاد الثلاث أو الأربع سنوات اللي جايين نعطيو المغربي الصحة اللي كيستحقها وفي الظروف الأحسن، باش يمكن يولج لهاد العلاجات بلا ما يكون مؤدى عنه اللي هو خارج على المستوى العالمي المقبول. بالنسبة للدار البيضاء، الدار البيضاء وهي واحد الجهة اللي هي شوية عندها خصوصيات. أولا فيها مشكل ديال العقار، فيها مشكل ديال لو بيرسونيل ميديكال اللي ما كاينش بزاف، وفيها واحد عدم التوازن. إلا خدينا غير لا ريجيون ديال الدار البيضاء سطات، يعني الدار البيضاء الكبرى وسطات، كاين واحد المحلات اللي هما فيهم فائض من من من, من المصحات، محلات اخرين اللي هما شويه ناقصين. خصنا نلقاو واحد التوازن ديجا في هذه الجهه هذه اللي هي واحد الجهه حساسه بزاف، هي اللي يعني عندها واحد النسبه مئويه كبيره ديال المرضى، وعلى ما كنظن كيخصنا شي تحفيزات باش نقدروا نصوبوا هذا الشيء. اليوم كننظموا واحد اللقاء بشراكة مع وزارة الصحة لتدارس المشاكل اللي كتخوض فيها المصحات، وكذلك كل المستجدات اللي جات بها وزارة الصحة في نطاق هذا المشروع الكبير اللي جات به وزارة الصحة، واللي كيهم بصفة كبيرة المصحات. كيف كتعرفوا المصحات الخاصة هي عضو ما يمكنش نتفاداوه في النظام الصحي في المغرب، كتقوم بعلاج 90% الآن من الناس اللي عندهم واحد التغطية صحية، عندها واحد قامت بواحد الدور كبير خلال أزمة كوفيد خاصة في الإنعاش. إذا خص نشوفوا معها ونذكر معها على جميع المشاكل اللي كتخوضها ونشوفوا معها، وتكون واحد المناقشة في هذا النظام الجديد اللي وزارة الصحة مشكورة كتعتزم تقوم به. المشاكل اللي كنلاقيوها كبيرة وكتجعل مشاكل بين المصحة وبين المريض ولا الأسرة ديالو هو مشكل التعريفة. كيف كتعرفوا التعريفة المرجعية هي تعريفة كانت تفرضات في 2006 وكانت خصها تبدل كل 3 سنوات، ولكن ما تبدلتش. دونك هذه من 2006 لدابا 2022، مما كيجعل المريض كيأدي من الجيب ديالو ما يناهز 60% من لا فاكتور اللي كتقدم ليه، وهذا الشيء طبعا ما كيتفهموش المريض وكيجعل واحد المشكل بين المصحه والمريض، وبعض المرات مشاكل اللي كتخرج في الصحف وهذا الشيء.
كذلك مشكل الإنعاش. الإنعاش في المغرب الآن عنده واحد التعريفة اللي هزيلة بزاف بزاف بزاف، لا تساوي حتى التكلفة باش كيطيح على المصحة، لأن الإنعاش اليوم كيترومبوسا بواحد 1500 درهم اللي فيها المصحة والطبيب، دونك هادشي ما يمكنش. المشكل الثالث هو مشكل بعض الأدوية اللي ما موجوداش في المغرب واللي هي أدوية أساسية اللي ما يمكنش نخدمو بلا بها. حنا كنطلبوا من وزارة الصحة باش توفرها لنا، باش فاش الطبيب فاش المريض يحتاجها نكون تكون عندنا الدواء المناسب، وما نقولولوش ما كاينش ولا سير قل جيبها من على برا ولا شي حاجة. بالإضافة إلى هذا، المساحات الخاصة كتوضع راسها رهن وزارة الصحة باش دائما تناقش معها وتجبر الحلول لجميع المشاكل اللي موجودة، وهي الهدف الأساسي والوحيد هو باش ننجحوا المشروع الملكي لتعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة إن شاء الله.